في ايه 3 سنين بصحى من النوم متزفت على الروح بدوت، كل يوم اصحى مبلول ومتزفت كده. ده انا لو نايم في حقل الغام مش هتفزع كده، كل يوم اقوم مبلول من النوم بسببي. كابوس 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 يا كيمو. ما انا عارف ان هو زفت كابوس، امال هيكون ايه؟ شفت الشاب خالد؟ لا لا لا، حلمت ان انا جوه ملاهي وبعدين كنت جوه لعبه الفنجان. حد صب ميه سخنه على الفنجان؟ لا لا، ما كانت نوع بقى جوه لعبه فنجان وقعدت تلف بيها الفنجان، تلف بيها الفنجان وتغني لي الاغنيه اللي انا بكرهها. كانت بتغني لك ايه؟ اجمل من في الحفله مين؟ تختوخه الكبيره. غبيه، كان لازم تغني لك انا ابريق الشاي عشان انت راكبه فنجان. يا حبيبتي ما تعيطيش بقى. انت بتتريق يا ستي. مش بتريق، قولي لي. طب معلش، ها كمل، انا اسف. وبعدين رحت عند القطر بتاع الموت. انت غبيه، ما انت لسه ملدوعه في الفنجان، ما تروحي بقى وسيبيني اتزفت وانام. لما انا ركبت القطر ولقيت لينا هناك وراسها زي القلقاسه كده وراحت شفطاني. بس ما فيش اي حاجه، ما فيش، امك هتعمل قلقاس، بس ما فيش حاجه. تتريق عليك كيمو. يا حبيبتي مش بتريق عليكي، مش بتريق عليكي، ما انا قلت لك نروح لدكتور نفساني يعالجك، ما فيهاش اي حاجه، هتبقي كويسه وزي الفل واعرف انام. انا بقالي 3 سنين كل شويه اصحى من النوم. ما ينفعش كده، انا خدت لفت نظر. ما هو انت تنامي وانا عدات في الدنيا؟ حسبي الله ونعم الوكيل في دي جوازك. مدام نرمين ازيك؟ اهلا استاذ ايمن. معلش انا هستغل عرضك لينا ان انت تساعدينا، عايز اخد رايك في شويه حاجات عندي في الشقه، وبالمره اعرفك على مراتي. طب ثانية أجيب المفتاح. اتفضلي طبعا.